عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه بنستكمل معاكم فقراتنا وبنعيش معاكم أجواءنا الرياضية. ولكن تعالوا نروح معاكم للحدث الأهم والأبرز واللي بيعيشه كل المصريين وبينتظروا، وهي أولمبياد باريس. أولمبياد باريس الحقيقة احنا بنسعد دايما بوجود أبطالنا المتواجدين واللي بيحققوا مراكز، بنأمل دايما إن هي تكون على ما يليق باسم أبطالنا المصريين. متواجد حاليا طبعا البعثة المصرية بالكامل اللي بتشارك في كل اللعبات. النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا مع فريق كرة القدم الأولمبي واللي بيشارك منتخبنا المصري بإذن الله أمام منتخب أوزبكستان، مباراة مهمة جدا في الجولة الثانية. وطبعا المباراة من المجموعة الثالثة زي ما حضراتكم عارفين اللي بتشارك فيها منتخبنا المصري. تعادلنا في المباراة الأولى أمام الدومينيكان والمباراة يعني انتهت بالتعادل السلبي. طيب أهم نجوم منتخبنا المصري حمزة علاء طبعا متواجد، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، محمد شحاتة، محمود صابر، زياد كمال، أحمد نبيل كوكا، وطبعا النجوم الكبار بيشارك أحمد مصطفى زيزو ومحمد النيني. زي ما حضراتكم عارفين محمود صابر كان من اللعيبة اللي غايبين عن المباراة الأولى في الأولمبياد، طبعا ده للإيقاف وأثر بشكل كبير جدا على مشاركته ومدى تأثيره في المباراة. وبإذن الله بنتمنى كل التوفيق تحت قيادة مستر ميكالي اللي عامل نتيجة رائعة جدا وعامل أداء جيد جدا وشغل هايل مع المنتخب الأولمبي. بنتمنى له كل التوفيق مع الجهاز الفني بالكامل. إن شاء الله النهاردة يقدروا يعوضوا التعادل السلبي اللي كان في بداية أول المباراة، لأنه عندنا مواجهة قوية جدا أمام منتخب إسبانيا، لازم منتخبنا الأولمبي يكون مستعد ليها وبقوة ويعوض التعادل السلبي في أول مباراة بفوز النهاردة إن شاء الله، يكونوا رجالة على قدر المسؤولية على أوزبكستان بإذن الله.